فمن العلامات الصغرى للساعة أن تظهر نساء كاسيات عاريات، وكذا أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذه المركوبات من السيارات التي نقودها، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. الرحل هو ما يوضع على البعير، وكذلك البيت يسمى رحلة، فأشار بهذا إلى أن هذه السيارات التي نركبها على ساعة البيوت التي كانت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام هي المعنية في هذا الحديث. قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد، ثم أشار إلى النساء، قال: نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. ثم قال: لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام عقوبة النساء الكاسيات العاريات، هن يلبسن الثياب ولكنهن في الحقيقة عاريات. قال كما عند مسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ما معنى مائلات مميلات؟ أشمل هذه الأقوال التي ذكرها النووي رحمه الله في شرح مسلم أنهن مائلات، يعني زائغات عن طاعة الله، مميلات أن يعلمن غيرهن هذا الزيغ وهذا الضلال. وهذا القول يدخل تحته الأقوال الأخرى من أنهن مائلات في مشيتهن، مميلات أي بأكتافهن، أو أنهن مائلات إلى الرجال، مميلات يعني يجعلن الرجال يملن إليهن لأنهن يبدين زينتهن. قال: على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني أنهن يجمعن شعور رؤوسهن حتى يكون هذا الشعر على منتصف الشعر فيشبه أسنمة البخت المائلة. وقد بيّن أبو هريرة رضي الله عنه أن من أشراط الساعة أن تظهر ثياب يلبسهن نساء كاسيات عاريات، وهذا واقع ومشاهد. ولذا نرى في مجتمعنا، يعني المجتمع السعودي، قد ظهرت بعض الثياب التي يصلن إلى الركب أو إلى الساق، وإن كان هذا موجودا في بعض الدول الإسلامية لكنه تفشى وظهر في مجتمعنا.